سلم الحرارة على فخامة الشعب الجزائري العظيم. أزول ولا نزول. البارح نهار كبير، البارح نهار كبير من جهتين سبحان الله. والجهتين هادو وحده كنا نخدمو باش نحيوها، وحده كنا نخدمو باش نعاونوها باش تحكم المكان الحقيقي نتاعها اللي هي الكفاءة. وحاربنا الرضاء، الرضاء تتمثل في رابح ماجر اللي البارح وقف في محكمة سيدي محمد بتهمة اختلاس 300 مليار من لانيب لجريدة، جريدة البلاغ التي لم تصدر ولا عدد منها. وهذا واش كنا نقولوا عليه. السلام عليكم يا جزائر، الزول في اللون، معكم ديما الشاف عماد. الأسبوع اللي فات هذا تأكد لي فعليا أننا وصلنا للقاع، بصح ماشي أي قاع، ماشي يعني ما كسناش لو فون، ماشي أي قاع، رانا في قاع المستنقع. الأسبوع هذا تأكد لي بلي البلاد ولات عبارة عن مستنقع كبير تمرح وتجري فيه الفئران الجردان والدوبير تاعها. أصبحنا نرقدوا ونوضوا على كارثة. في هذا الأسبوع شفنا على المباشر إطلاق رصاصة الرحمة، رصاصة الرحمة، رصاصة الرحمة على كل ما عنده علاقة بتطور هذا البلد. أسبوع تكريس الدناءة، أسبوع حب الرذاءة، أسبوع محاربة العلم والمتعلمين، أسبوع المرافعة على الجهل والجاهلين. كن نفصلوا ما يحدث في الكرة الجزائرية على باقي، على باقي وش يحدث في الجزائر، فهو الغباء بحد ذاته، بل هو جريمة أننا نفصل ما يحدث حاليا في مجال كرة القدم وما يحدث في البلد بصفة عامة. بعد ما اغتصبت عصابة السعيد كل شيء في البلاد، كل شيء من الرئيس للبرلمان، هيا اليوم تستولي على المنظومة الوحيدة اللي كانت تمشي قد قد في البلاد هذه، وهي المنظومة، منظومة الاتحادية الجزائرية. بصح تيار المجاري، تيار المجاري ما يقدرش يعيش فيه الصيد. في أسبوع حطونا فيه مدرب وهو ما عندوش صفة المدرب، لا بالشهادات ولا بالصفة. حطونا مدرب بدون شهادات، مستوى ابتدائي، دار خبرة 10 سنين بالتحليل في البلاطوات، أصبح التحليل في البلاطوات يعتبر خبرة، بربع 100 مليون في الشهر، 400 مليون في الشهر. في بلاد الطبيب يدي فيها 400 مليون في 10 سنين، في 10 سنين. أنا كنت جيت عايش درك في الجزائر، ندي حقي في البلاد هذه في الوقت اللي التقشف في كل شيء، في الوقت اللي كاين ناس عايشة بمليون، كاين واحد أمي يدي 400 مليون في الشهر، غير كفء، زيد عليها غير كفء، ودار كلش باش حطم الاتحادية السابقة وحطم كل شيء جميل في الفريق الوطني السابق. نعطيه 400 مليون من صوارد الجزائريين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزول. إذن إلى مزبلة التاريخ يا رابح ماجر، إلى مزبلة التاريخ يا تيزيفو، إلى مزبلة التاريخ يا ألو بورتو. لا بكت عليك عين ولا رشف عليك جفن. إن شاء الله يا ربي تاريخك اللي درته كلاعب وفقط، وبالنسبة لهذه كلاعب اللي يزيد يخرج قدامي، يكون يخرج واحد قدامي يقول لي هذا وكان لاعب كبير وتاريخه كبير وتاتاتا، فنقول له خويا روح سلكو من جيبك، هز الكونت دو شيك تاع باباك واعطيه الفلوس تاع باباك. ماناش اغبياء باش نصدقوا باللي برحيل ماجر راح تتحل مشكله الكره، راح تتحل مشكله سرقه المنتخب الوطني. المنتخب الوطني سرق سرقه ممنهجه، المنتخب الوطني اغتصب اغتصاب ممنهج امام العداله، امام الشعب، امام القضاء، امام رب العالمين. ولا واحد تكلم غير حنا نقول ها وانا يا فخوره، غير حنا. لما نقول حنا، الشعب، الشعب الحر، الشعب تاع الفيسبوك، الشعب اللي ممثل في الفيسبوك وفي اليوتيوب.
ومن الجهة الثانية بالماضي اللي بعد التعادل في المقابلة الأخيرة عملوا كل شيء باش يحطموه ويدمروه، لكن البارح رد عليهم بالمقابلة 30 بدون انهزام، ورد عليهم بالنتيجة والأداء، ورد عليهم وأغلق أفواههم، وهي الكفاءة اللي حاربنا باش تكون ديما حاضرة، وهذا واش كنا نقولوا عليها. السلام عليكم اخوتنا الجزائريين في كل ارجاء المعموره، زول في اللون، مرحبا بكم، تحياتنا لكم في كل مكان. والله راح نتكلموا برك على تعيين جمال بالماضي. تعيين جمال بالماضي نبداو الصعب بكلمه في معنى الايه هذيك، رب العالمين يقول تعز، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. الكلمة هذه موجهة قبل ما ندخل في حكاية بالماضي والفيدرالية، الكلمة هذه موجهة للناس اللي تظن أنها بالعمل مع المعفنين، بالعمل في العفن، بقبول كل شيء، بالنفاق، بالتشيات، يمكن أنها تدوملها. كان الوالد تاعي ربي يرحمه كنا نعمله في مجال المقاولات، يقول لي حذاري حذاري تروح تهز خدمة تاع واحد آخر، حذاري تخدع باش تدي خدمة تاع واحد آخر، يقول لي حذاري لأنه النهار اللي تديرها تنظار عليك، يقول لي حذاري أنك تعمل في العفن، كي تشوف العفن بعد ولا قطع له راسه. كان ديما ربي يرحمه يقول لي هكا، رباني هكا والحمد لله. هنا يا رايح نتكلم على الناس اللي مثلا كيما الناس اللي قبلت تعمل مع الفيدرالية هذه ومع رابح ماجر في الطاقم تاع رابح ماجر، خصوصا هنا نتكلم مثلا على الناس اللي جات تدرب الحراس في مكان بوراس اللي خرج وقال انا مستحيل امبوسيبل اني نشارك في ماسكاراد اللي قاعده تصرى في وقت ماجر. الناس اللي تعز المهنه نتاعها، الناس اللي تحب الخدمه نتاعها، الناس اللي ما تحبش تطيح من قيمة الخدمة نتاعها، يدور دور دور الدنيا وترجع تفرض على الحابسين والفشلة فرضا، لأنه الإنسان الذكي، الإنسان اللي عنده مهنة في يده، الإنسان القاري المتعلم، رب العالمين يكرم القاري المتعلم، رب العالمين الحيوان اللي يتعلم ومكرمه. يقول رب العالمين في الآية مانيش حافظها، يقول لك لا ربيته الكلب ربيه للصيادة ولا للحراسة، يعني حتى الكلب كي يتعلم يطلع قيمته، ما بالك في الإنسان اللي يتعلم. الآن الرأي نتاعي على جمال بالماضي، قاعد نشوف باللي الناس بكل علاه جاب الماضي، ما كاروش يجي كذا، كاينة بدات حرب ضده. أنا يا صراحة نجمع، أنا فرحان بالماضي. لماذا؟ لاني نعرف انه ماهوش زطشي اللي حطه، زطشي فرض عليه بالماضي كيما فرض عليه ماجر، بصح هي الناس اللي قاعده تفرض في الناس على زطشي. يكون من الاول فرضتوا الناس القاريه، كون من الاول فرضتوا الناس اللي عندها مهنيه، كون من الاول فرضتوا الناس اللي عندها تجربه، كون من الاول فرضتوا الناس اللي في الميدان، كنا احنا نصفقوا لكم نقولوا هادو قاعدين يفرضوا في الصح، كنا نقولوا هادو يفرضوا في الصح. راح يقول لي انسان بصح عماد او بالماضي راح يخدم مع زطشي في الحرب، الناس اللي تقبل اللي عارفه روحها، لانه كي جاب الماضي جاب مفروض جاب شروطه. انت تتصور غدوه انه معاك بوقره، خليني من بوقره وخليني من بوراسه، معاك غير عن طريحية كمناجير، عن طريحية اول من رد على القرار العنصري تاع هاد الفيدرالية في التويتر وفي التلفزيونات وكذا هو عنتر يحيى. تتصوروا انه عنتر يحيى غدوة هذاك عبود يخليه يبوجي، يخليه يتحرك في اروقة سيدي موسى، تتصوروا انه يخليه يتحرك؟ اذا هذه بداية جيدة بالنسبة لي. ونزيد نعطيكم التأكيد لماذا فرضة، شوفوا التكالب برك تاع صحافة الدعارة، شوفوا التكالب اللي بدا على جمال بالماضي. او ما يقدرش الله فريك، شكون اللي قال لكم هو يعرف الله فريك،
وكاين نوعين من الصحافه، كاين ربما صحافه تاع الدعاره باينه، وكاينه صحافه جماعه اللي الجهويه، كاينه صحافه الجهويه اللي لما ما يكونش الانسان اللي تحط من المنطقه نتاعها فتولي دير في حمله وتولي تقول لكم ما عندوش تجربه افريقيه وما عندوش كذا وما عندوش كذا، والبطوله القطريه بطوله حابسه، البطوله القطريه بطوله حابسه باي يعني مش مليحه باي معنى، باي شكون اللي عطى التصنيف هذا؟ لانه ما فيهاش جمهور. قطر فيها 250 الف بشر، حنا مدينه وحده، مدينه عندها زوج فرق، عندها زوج في مدينه في الجزائر عندها زوج فرق، مثلا وهران تلقى مولوديه وهران عندها 50 الف متفرج، وجمعيه وهران عندها 30 الف متفرج، عنابه طالعه من القسم الثالث عندها 50 الف متفرج يدخلوا كل مره، هما ما عندهمش الشعب لا غالب. بصح انت تحط لي واحد قاعد يدرب ضد انيستا ويدرب ضد لو دروب ويدرب في اللعابه حتى وكانوا في اخر المشوار تاعهم، ما تنساوش باللي اللعابه اللي في مرتبه اكزافي لما يلعب ويخلص الكارير نتاعو او قادر يلعب في البطوله الامريكيه ولا قادر يلعب البطوله اليابانيه ولا الصينيه عادي ولا الاستراليه اللي تعتبرهم ربما بطولات كبار. يعني باش يعود عندك قيمة الفنية هذه وقيمة المدربين وقيمة التسيير اللي في قطر وتحكم وتدي انت البطولات والكؤوس وتحوس تصغر من مش عمل ما بالماضي، هذه هي الحرب. إذن انا من اليوم اني مع بالماضي ومع عنتر يحيى ومع بوقرة ومع بوراس يعني سبحان الله، تعز من تشاء وتذل من تشاء. جا عمك زطشي واش قال لنا؟ قال لنا مدرب مونديالي، وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يعني في الاسبوع الفايت شبعنا كذب، شبعنا كذب وتماطل واستهزاء واستهتار بعقول الشعب الجزائري واستهتار بالذكاء تاعنا. حنا وشويه اذكياء اصاحبي، حنا وشويه اذكياء، الشعب الجزائري وشويه ذكي، ايوا احترموا الذكاء نتاعو شويه. وعلى الاخر جابوا لنا بالماضي اللي هو ماهوش مونديالي، لكن يستاهل. وكي نقول لكم راهم بداو يحاربوا فيه، شوفوا يا جماعه، حنايا كي خرجنا رانا حنا هما صحافه الصحافه، تعرفوا لا بوليس دي بوليس، خي البوليس اللي عس البوليس، حنا هما صحافه الصحافه. انايا كي نشوف واحد كيما كمال مهوي والله زين عامر والله غيره يهاجم في واحد، انا نوقف معاه. هذا الأمر يا إخوتي، هذا الحرب اللي دخلنا فيها كان عندها تقريبا 3-4 سنوات. باش نقول لكم برك أنه النضال ما لازمش يتربط بزمن، لأنه الرداءة والبوندية والفوايوات طال الزمن أو قصر سيدخلون السجن كما 40 جنرال اللي راهو في السجن. والكفاءة والحقيقة والخير، إذا لقى اللي حارب عليه راح يوصل، وراح توصل الكفاءة للمناصب نتاعها الحقيقية. لذلك الحرب نتاعنا أو الثورة نتاعنا أو النضال نتاعنا ما لازمش يتربط بزمن أو موقف أو غيره، لازم يتربط ديما بالمواصلة، الصبر والمواصلة. إذن حيا الله الأحرار في كل مكان ومواصلون.